تشير التجارة الإلكترونية إلى استخدام المنصات التي تسهل شراء المنتجات وبيعها على الإنترنت. يتضمن ذلك تبادل الأموال والبيانات الرقمية لإجراء المعاملات التجارية. وعلى الرغم من أن المثال الأكثر شهرة للتجارة الإلكترونية هو التسوق عبر الإنترنت مثل أمازون وعلي بابا، يمكن أن تشير التجارة الإلكترونية أيضاً إلى أنواع أخرى من الأنشطة عبر الإنترنت مثل المزادات عبر الإنترنت وحجز التذاكر عبر الإنترنت وبوابات الدفع. ومن أهم الأنشطة في سوق التجارة الإلكترونية العالمي هم Amazon.com, JD.com, Apple.com, Alibaba.com, Walmart Inc. و eBay Inc. سوف نتعرف في هذه السلسلة من الفيديوهات على ما هي التجارة الإلكترونية، أساسيات التجارة الإلكترونية، أنواع التجارة الإلكترونية، قانون التجارة الإلكترونية، مجالات التجارة الإلكترونية، تطبيقات التجارة الإلكترونية، أدوات التجارة الإلكترونية، مزايا التجارة الإلكترونية، وسلبيات التجارة الإلكترونية، وطريقة إنشاء متجر إلكتروني، كيفية اختيار أفضل منصة للتجارة الإلكترونية. في هذا الفيديو سوف نتعرف على ما هي التجارة الإلكترونية. سوف نتعرف على أهمية التجارة الإلكترونية للشركات والمستهلكين واتجاهات التجارة الإلكترونية وكيفية بدء متجر إلكتروني ونصائح يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم متجر إلكتروني، تحسين أعمالك في التجارة الإلكترونية واستراتيجيات التسويق الإلكتروني، وكم هي تكلفة إنشاء متجر إلكتروني، وما هي الأخطاء الشائعة في التجارة الإلكترونية التي يجب تجنبها. تابعوا معنا، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس. أنواع التجارة الإلكترونية. يعرف الكثير من الناس فقط عن التجارة الإلكترونية وأساسياتها، لكن قلة قليلة منهم يعرفون أنواع نماذج أعمال التجارة الإلكترونية. لذلك في هذا الفيديو سوف نتحدث عن 6 نماذج رئيسية للتجارة الإلكترونية: B2C من الشركة إلى المستهلك، C2B من المستهلك إلى الأعمال، B2B بين الشركات، C2C من المستهلك إلى المستهلك، B2A إدارة الأعمال، C2A من المستهلك إلى الإدارة. أولاً، الأعمال إلى المستهلك B2C. تتكون التجارة الإلكترونية من شركة أو أعمال إلى مستهلك أو B2C من بيع السلع والخدمات لعامة الناس. في هذا النوع يمكن للعملاء أو المستهلكين زيارة الموقع وشراء البضائع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان. لنفرض أن لدينا شركة ونريد بيع سلعنا وخدماتنا عبر الإنترنت من خلال موقعنا الإلكتروني أو أي مورد آخر عبر الإنترنت، حينها يمكن الإشارة إليها باسم نموذج B2C. وخير مثال على ذلك أمازون وإيباي، يمكننا تسمية أعمالهم بنموذج الأعمال إلى المستهلك. ثانياً، المستهلك إلى الأعمال C2B. تتكون التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى الأعمال أو C2B من بيع السلع والخدمات إلى منظمة الأعمال عبر موقع الويب. في نموذج العمل هذا يخلق المستهلك قيمة وتستهلك الأعمال تلك القيمة. C2B هو عكس كامل لنموذج B2C. إذا عكسنا عملية نموذج التجارة الإلكترونية من شركة إلى مستهلك، فيمكننا تسمية نموذج المستهلك إلى الأعمال. على سبيل المثال، يضع العميل بعض خدماته أو منتجاته على موقع الويب. إذا كانت الخدمات أو المنتجات تخلق قيمة لمؤسسة الأعمال، فإنهم يطلبون هذه الخدمات أو المنتجات، وغالباً يطلبون الخدمات. لنفترض أن أحد العملاء يتقاضى $100 مقابل خدمة معينة، وأن مؤسسة الأعمال بحاجة إلى هذه الخدمة لأنها يمكن أن تساعدهم بطريقة ما حتى يتمكنوا من طلب تلك الخدمة. عندما تتم الصفقة، فإنهم يتلقون خدمات أو منتجات ويتلقى العميل الأموال. ثالثاً، شركة إلى شركة B2B. تجري الأعمال بين الشركات أو الأعمال التجارية بين شركتين، حيث تقدم شركة واحدة خدمات لأعمال أخرى. تبيع منظمة الأعمال المعروفة أيضاً باسم الشركة المصنعة للمنتجات المنتجات إلى تاجر الجملة، ويقوم بائع الجملة بإعادة بيعها. على سبيل المثال، هناك شركتان
منظمة العمل أو الشركة المصنعة وتاجر الجملة. ينتقل تاجر الجملة إلى موقع الويب الخاص بمؤسسة الأعمال أو أي مورد آخر عبر الإنترنت ويطلب المنتجات بالجملة. تعالج منظمة الأعمال الطلب وتورد المنتجات إلى تاجر الجملة، وعندما يتلقى تاجر الجملة المنتجات يمكنه بيع هذه المنتجات نفسها بسعر مرتفع للعملاء، ويمكن الإشارة إليها على أنها نموذج من شركة إلى شركة أو نموذج B2B. مثال ممتاز لذلك مثل الفيديو السابق لهذا الفيديو، طريقة شراء المنتجات من علي بابا وبيعها في أمازون من شركة إلى شركة. لهذه الطريقة فوائد، حيث يعد استيراد وتصدير المنتجات أمرا سهلا ومريحا، ولا يتعين عليك الذهاب فعليا لأنه يمكنك طلب المنتجات عبر الإنترنت. تحديد المشترين والبائعين أمر سهل، كما يطلب عملاء B2B منتجات أكثر من عملاء التجزئة. يمكنك الحصول على معلومات حول أدلة التجارة وأيضا إنجاح عملك. يتمتع المبيعات بين الشركات بإمكانية كبيرة لكسب المزيد من المال مقارنة بالمبيعات بين الشركات. رابعاً، المستهلك إلى المستهلك C2C. تتم التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى المستهلك أو C2C بين المستهلكين، حيث يبيع أحد المستهلكين عنصراً من خلال مزاد عبر الإنترنت، بينما يشتري المستهلك الآخر العنصر من خلال تقديم أعلى عرض سعر. يطلق على C2C أيضاً C2B2C لأن الصفقة تتم بين المستهلك والمستهلك، ولكن من خلال منظمة تجارية هي OLX أو eBay أو مواقع مثل هذا. على سبيل المثال، يريد المستهلك بيع سيارة، لذلك يمكنه وضع سيارته على موقع مثل OLX أو eBay، بينما يريد العميل الثاني شراء تلك السيارة. لذلك يمكن للعميل الثاني الاتصال بالعميل الأول وشراء السيارة منه. خامساً، الإدارة إلى الأعمال B2A. B2A يحدث بين الشركات أو الإدارة العامة أو الوكالات الحكومية. في نموذج أعمال التجارة الإلكترونية هذا، هناك تعاملات بين الشركات والإدارة العامة باستخدام الإنترنت. تستخدم الوكالات الحكومية الإدارة مواقع الويب المركزية للتجارة وتبادل المعلومات مع منظمات الأعمال المختلفة. تشمل B2A خدمات مختلفة، وبعضها تدابير مالية وتأمين اجتماعي ووثائق قانونية وعمليات أخرى مرتبطة بالحكومة، ويشار إلى نموذج الأعمال إلى الإدارة أيضاً باسم B2G Business to Government. سادساً، المستهلك إلى الإدارة C2A. يشمل نموذج أعمال التجارة الإلكترونية من المستهلك إلى الإدارة أو C2A المعاملات الإلكترونية عبر الإنترنت بين الأفراد والإدارة العامة. يساعد نموذج التجارة الإلكترونية C2A المستهلكين على نشر استفساراتهم وطلب المعلومات المتعلقة بالقطاعات العامة مباشرة من حكوماتهم أو سلطاتهم المحلية. صناعة التجارة الإلكترونية كما نعرفها اليوم لم تحدث بين عشية وضحاها، تطورت كما التالي. 1960 يعود تاريخ بدء التجارة الإلكترونية إلى تطوير تبادل البيانات الإلكترونية في الستينات، وتم تطويره ليحل محل البريد والفاكس من خلال النقل الرقمي، مما يلغي الحاجة إلى تدخل البشري. 1972 ورد أن طلاب جامعة ستانفورد باعوا الحشيش لطلاب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا من خلال حساب أربانت. أربانت هي شبكة تبديل حزم، يقال إنها إحدى الأسس التقنية للإنترنت. 1979 قدم مايكل ألدريتش المخترع الإنجليزي التسوق الإلكتروني عن طريق توصيل تلفزيون معدل بجهاز كمبيوتر لمعالجة المعاملات عبر خط هاتفي. 1990 بنى تيم بيرنز لي وروبرت كايلو مشروع نص تشعبي اسمه World Wide Web. بعد فترة وجيزة أصبحت خدمة متاحة للجمهور على الإنترنت. 1994 يمكن إرجاع أول معاملة تجارة إلكترونية حقيقية إلى كان دان كون، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 21 عاماً يدير موقعاً إلكترونياً يسمى نت ماركت، وباع قرص CD في 11 من أغسطس عام 1994 من خلال الموقع الإلكتروني. تمت حماية المعاملة التي تضمنت استخدام بطاقة ائتمانية لأول مرة على الإطلاق بواسطة تقنية التشفير. 1995 أطلقت أمازون في الأصل كمنصة لتجارة الكتب الإلكترونية.
بعد فترة وجيزة تم إطلاق أكشن ويب المعروف الآن باسم إيباي، مع التركيز الأساسي على المزادات عبر الإنترنت. 1998 ظهرت بيبال كأداة لتحويل الأموال، مما جعل التجارة الإلكترونية العالمية ممكنة. 1999 دخلت زابوس وفيكتوريا سيكريت ساحة التسوق عبر الإنترنت وتم إطلاق علي بابا. 2001 أطلقت أمازون موقعها المحمول الأول. 2004 تم وضع أمان إضافي للمعاملات عبر الإنترنت مع تشكيل مجلس معايير أمان صناعة بطاقات الائتمان. يمكننا أن نرى بوضوح النمو في الأسواق عبر الإنترنت، مع كون أمازون وعلي بابا من أكبر اللاعبين في صناعة التجارة الإلكترونية. أهمية التجارة الإلكترونية للشركات والمستهلكين. يزيل القيود الجغرافية. المتاجر المادية محدودة بالموقع والمنطقة التي يمكن أن تخدمها، بينما يسمح موقع التجارة الإلكترونية لأي شخص في جميع أنحاء العالم بالتسوق طالما كان لديه اتصال بالإنترنت. ولا يزال هذا يعتمد على مدى استعدادك لتقديم منتجاتك وخدماتك، ولكن مع موقع التجارة الإلكترونية فإن العالم هو محارتك. تظل مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. على عكس المتجر الفعلي، يمكن لمواقع التجارة الإلكترونية العمل ليلاً ونهاراً، 7 أيام في الأسبوع، 365 يوماً في السنة، وأنت دائماً منفتح، مما يجعل منتجاتك أو الخدمات في متناول العملاء. انخفاض التكاليف، حيث تتمثل إحدى المزايا الرئيسية للتجارة الإلكترونية في انخفاض تكاليف التشغيل. لا داعي للقلق بشأن التكاليف العامة للعقار والتكاليف المقابلة لوجود موقع فعلي. تجربة أفضل للعملاء. لم يعد يتعين على العملاء البحث في الممرات لكل المتاجر. عندما يبحثون عن منتج معين عبر الإنترنت باستخدام مواقع التجارة الإلكترونية، فيمكنهم ببساطة كتابة ما يبحثون عنه في مربع البحث والعثور على المنتج المطلوب على الفور. التسويق والاتصال المخصص والهادف. يمكن لمواقع التجارة الإلكترونية أن تتذكر سلوك العميل عبر الإنترنت والبيانات الأخرى ذات الصلة باستخدام ملفات تعريف الارتباط. يمكن للتاجر بعد ذلك استخدام هذه المعلومات لعرض المزيد من القوائم ذات الصلة أو تحسين استهداف الإعلانات عبر أنظمة أساسية متعددة. اتجاهات التجارة الإلكترونية. بحلول نهاية عام 2023 سيصل عدد المتسوقين عبر الإنترنت إلى 2.14 مليار، بزيادة كبيرة عن 1.66 مليار في عام 2016. يتزايد عدد الأشخاص المتسوقين عبر الإنترنت، الأمر الذي يستمر في فتح المزيد من الفرص للشركات. إن تجاهل اتجاه التسوق عبر الإنترنت يعني إغلاق أبوابك أمام جزء كبير محتمل من جمهورك المستهدف. لن يشتري حوالي 25% من المتسوقين منتجاً إذا لم يكن هناك خيار لإعادة العنصر إلى المتجر الفعلي. يمكن أن يساعدك تقديم سياسة إرجاع مرنة في بناء ولاء العملاء وجذب المزيد من العملاء. ينفق الأمريكيون حوالي 270.4 مليار دولار سنوياً على التجارة عبر الأجهزة المحمولة، ومن المتوقع أن تمثل غالبية الاتفاق على التجارة الإلكترونية بحلول 2023. يتصفح مستخدمو الهواتف الذكية ويتسوقون عبر الإنترنت باستخدام أجهزتهم المحمولة. لذلك بطبيعة الحال تحتاج الشركات إلى دمج استراتيجيات متوافقة مع الأجهزة المحمولة في عمليات التصفح والطلب والسداد للحصول على تجربة شراء أكثر سلاسة وملائمة. واليوم يميل المستهلكون نحو العلامة التجارية التي تتوافق مع قيمهم الشخصية، مثل الاستدامة في ممارسات التصنيع والتعبئة الصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، تظهر الأبحاث أنهم على استعداد لدفع علاوة مقابل المنتجات التي يتم إنتاجها بطرق متوافقة اجتماعيا. كيفية بدء متجر إلكتروني. سواء كانت هذه هي المرة الأولى التي تنشئ فيها نشاطاً تجارياً صغيراً، أو كنت تمارس اللعبة منذ فترة، ستعلمك هذه الفقرة من الفيديو كيفية بدء متجر على الإنترنت في 7 خطوات بسيطة، وسوف نتعرف عليها في فيديو منفصل بشكل مفصل. أولاً، حدد ما تريد بيعه. الخطوة الأولى التي يجب القيام بها هي اختيار القطاع السوقي المناسب لك، كما يتم تعريفه في كثير من الأحيان، فإن النيتش المتخصص هي جزء محدد من سوق أوسع. عند اختيار تخصصك عليك أن تقرر ماذا تريد أن تبيع
ولمن ستبيعه؟ لماذا يريدون شراءه؟ فقد تبدو هذه الأسئلة الثلاثة واضحة إلى حد ما، لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن الوضوح. تحديد قاعدة عملائك المثالية ومعرفة سبب شرائهم منك سيجعل عملك أسهل كثيراً لاحقاً. الخطأ الرئيسي الذي يرتكبه الناس هو الذهاب إلى نطاق واسع جداً على أمل أنه كلما زاد حجم السوق المحتمل زاد احتمال حصولهم على مبيعات جيدة، وهذا ليس صحيح. ثانياً، اختر بين دروب شيبينج وبين المنتجات الخاصة بك. من البداية سوف نشرح سيناريوهين شائعين للتجارة الإلكترونية. السيناريو الأول هو الطريقة التقليدية لإدارة متجر على الإنترنت، وفي هذا النموذج تحصل على منتجات من المورد أو تقوم بإنشائها بنفسك. تقدم هذه المنتجات للعملاء عبر موقعك، يشتري العميل المنتج وترسل المنتج إلى العميل. نموذج دروب شيبينج، تبدأ بإدراج المنتجات على موقعك، يشتري العميل المنتج ويرسل المورد المنتج مباشرة إلى العميل. الفائدة الرئيسية لنموذج دروب شيبينج هو أنك لست مضطراً للاحتفاظ بأي مخزون بنفسك. هذا يعني أنه لا توجد تكلفة في صنع المنتجات أو تخزينها. في الواقع كل ما تبيعه هو ربح خالص، حيث لا يتعين عليك سوى الدفع للمورد بعد تلقي طلب من عميلك. في النموذج التقليدي يتعين عليك صرف الأموال مقدماً إما للحصول على المنتجات من المورد أو إنشائها. يجب عليك القيام بذلك قبل أن تتمكن من البدء في بيعها. من ناحية أخرى، لن يكون دروب شيبينج مناسباً لك إذا كانت المنتجات التي تريد بيعها من إنتاجك الخاص أو تحتاج إلى تخصيصها قبل بيعها. بشكل عام، إذا استطعت فاختر دروب شيبينج، وخاصة إذا كانت هذه هي محاولتك الأولى لبدء متجر إلكتروني. يعد دروب شيبينج طريقة رائعة لاختبار المنتجات والتحقق من أن المنتجات التي تريد بيعها هي بالفعل شيء سيرغب العملاء في شرائه. بعد ذلك يمكنك التوسع والبدء في تقديم منتجاتك الخاصة أيضا. اختر المنتجات المحددة للبيع. أحد الأشياء الرائعة في دروب شيبينج هو أن هناك وفرة من المنتجات المختلفة للاختيار من بينها في كل تخصص تقريبا. الخطوات العامة هي: ابحث عن نيتش، افحص نوع المنتجات التي يبيعها منافسوك وما هي منتجاتهم الأكثر مبيعاً، انتقل إلى مواقع المحتوى على الويب للعثور على نوع التحديات أو المنتجات أو الأشياء التي يقرأ عنها جمهورك المستهدف بشكل عام، انتقل إلى المنتديات ذات الصلة وشاهد ما يتحدث عنه عملائك، ابحث على جوجل باستخدام الكلمات المفتاحية الأكثر صلة بالنيتش الذي اخترته، اذهب إلى أمازون وقم بإجراء بحث مماثل، انظر ما هي المنتجات التي تباع بشكل جيد. مع كل هذا البحث يمكنك الذهاب إلى بعض الأسواق الشعبية. أكبر سوق من هذا النوع هو علي إكسبرس. إنه سوق تجارة إلكترونية منتظم وفقاً لمعظم المعايير، ولكنه يسمح لك أيضاً بإقامة علاقات مع التجار وتقديم منتجاتهم كشركة دروب شيبر. نوصي بالبدء في استخدام ما بين 10 إلى 50 منتج. سيمنحك هذا عناصر كافية لإكمال المتجر، ولن يربكك أيضاً بما يحدث أثناء عملك مع المتجر على أساس يومي. عندما تضع قائمة بالمنتجات معاً، ضع الأمور التالية في الاعتبار: تأكد من أن المنتج متاح للشحن في المواقع التي تواجد فيها جمهورك المستهدف. أيضاً كلما انخفضت تكاليف الشحن كان ذلك أفضل. تحقق من أوقات الشحن وتأكد من أنها لا تتجاوز ما قد تراه مقبولاً. إذا أمكن تجنب المنتجات ذات العلامة التجارية، إنها ممارسة شائعة لمتاجر دروب شيبينج أن تحدد هوامشها عند حوالي 50%. بمعنى عند البحث عن منتجات للبيع، ركز على المنتجات التي تمثل نصف السعر مقارنة بما تريد بيعها من أجله. كما ذكرنا سابقا، فإن وجود قائمة من 10 إلى 50 منتجا مناسبا للبدء، سنستخدم هذه القائمة لاحقا عند استيراد المنتجات إلى متجرك الفعلي عبر الإنترنت. ابتكر اسما تجاريا وسجل اسم النطاق. اختيار اسم المجال لمتجرك هو بلا شك الجزء الأكثر متعة في المسعى بأكمله. يحب الناس تسمية الأشياء، خاصة الشركات، ومع ذلك يمكن أن يكون الاسم الذي تنتهي به أهمية كبيرة لنجاحك المستقبلي وقدرتك على تسويق الأعمال بفعالية. فيما يلي الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عند اختيار اسم للشركة: اختر اسما يسهل نطقه. تخيل نفسك تتحدث إلى شخص ما عبر الهاتف وتحتاج إلى ذكر اسم متجرك. هل يجب عليك توضيحها حتى يفهمها الشخص الآخر؟ إذا قمت بذلك فإن الاسم معقد للغاية.
اختر شيئا بسيطا وسهل النطق من أول مرة. اختر اسما يسهل تذكره. بصرف النظر عن سهولة النطق، يجب أيضا أن يكون حفظه سهلا. اختر اسما ذا علامة تجارية، يجب أن يكون اسمك أصليا بما يكفي حتى لا يخلط بينه وبين أي نشاط تجاري مشابه. اختر اسما قصيرا لا يزيد عن مزيج من 2 إلى 3 حروف، بعد ذلك سيكون من الصعب تذكره وستكون أقل شهرة. لا تستخدم أي أحرف أو أرقام خاصة. انسى أيضا النقاط والشرطات السفلية والشرطات وما إلى ذلك. اختر اسما متاحا كمجال .com. يعد .com هو امتداد اسم المجال الأكثر شيوعا والأكثر أهمية في المجموعة. إنشاء متجرك الإلكتروني بنفسك أو قم بتوظيف شخص ما، يمكنك القيام بكل ذلك بمفردك، ولا توجد حاجة إلى مساعدة احترافية، ولا يتعين عليك التضحية بجودة النتيجة النهائية. سيكون متجرك عبر الإنترنت وظيفياً وجميل المظهر تماماً كما لو تم بناءه بواسطة محترف. ربما كنت تفكر في إطلاق متجر على الإنترنت لبعض الوقت الآن، ولكن من الصعب معرفة من أين تبدأ، خاصة إذا لم يكن لديك خبرة في التجارة الإلكترونية. لحسن الحظ فإن أدوات اليوم تجعل فتح متجر على الإنترنت أسهل من أي وقت مضى. كيفية إنشاء متجر إلكتروني في 6 خطوات بسيطة. أولاً، اختر اسم المجال أو الدومين، فللبيع عبر الإنترنت تحتاج إلى عنوان موقع ويب. هذا قرار مهم لأنه سيعكس شركتك. تمثل أفضل الممارسات في اختيار اسم قصير وسهل التهجئة ومرتبط بعملك. من الأفضل أن تبتكر اسم نطاق فريد وشرعي للتأكد من أنك لا تبدو مريباً بمجرد ظهور متجرك على الإنترنت قدر الإمكان. اجعل الاسم جذاب وسهل الفهم لغرض بناء الألفة تجاه العملاء. حدد منصة التجارة الإلكترونية، حيث تتوفر العديد من منصات التجارة الإلكترونية ويتقاضى البعض رسوماً شهرية بينما يكون البعض الآخر مجانياً، ويتضمن معظمهم رسوماً بناءً على نسبة مئوية عن كل معاملة. ابحث عن عرض البيع الفريد الخاص بك، ربما لديك فكرة عن ما تريد بيعه. السؤال التالي الذي يجب أن تطرحه في نفسك هو كيف ستكون منتجاتك أو خدماتك مختلفة عما هو متاح بالفعل. تحديد السوق المستهدف. التفاصيل المهمة الأخرى التي يجب تحديدها هي السوق المستهدف من خلال فهم من سيشتري منتجاتك. يمكنك تخصيص علامتك التجارية ورسائلك وجهود التوعية التسويقية. تحسين موقعك. لا يمكنك فقط تشغيل موقع ويب وتوقع أن يجدك الناس، يجب تحسينه لجذب الزوار من خلال محركات البحث، ويعد استخدام الكلمات المفتاحية في أوصاف منتجك أحد الأساليب، ولكن يجب أن يكون مجرد بداية. اكتسح العالم. يعد التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي استثماراً ضرورياً للشركات التي ترغب في إنشاء وجود على الإنترنت. يمكن أن يكون البيع بالتجزئة عبر الإنترنت عملاً مثيراً للانطلاق. من خلال اعتماد الاستراتيجية الصحيحة قبل بدء تشغيل موقعك، يمكنك المساعدة في تمهيد الطريق لنجاح التجارة الإلكترونية. قم بإعداد طرق الدفع. عند محاولة بدء متجر إلكتروني على الإنترنت، يجب قبول المدفوعات من العملاء. بشكل افتراضي، يسمح لك ووكوميرس بقبول المدفوعات عبر بايبال. لا تحتاج إلى فعل الكثير من أجل تمكين نظام الدفع هذا أيضاً. من المحتمل أنك اعتنيت به بالفعل أثناء تعيين إعدادات ووكوميرس الأولية. مع ذلك، يمكنك اختيار نظام دفع مختلف أو حتى استخدام نظامين بديلين في نفس الوقت. قد يكون أحد أسباب ذلك هو أن بعض عملائك يفضلون طرق دفع محددة على الطرق الأخرى. لذا فكلما قمت بدمج المزيد منها في متجرك، زادت المبيعات التي ستحصل عليها. تسويق متجرك الإلكتروني. هناك العديد من الأشياء المختلفة التي يمكنك القيام بها للترويج لمتجرك، لكننا سوف نركز على 4 فقط. يدور التسويق الإلكتروني حول بناء الوعي وتوجيه المتسوقين عبر الإنترنت في اتجاهك عندما يكونون مستعدين لإجراء عملية شراء. تركز استراتيجيات التسويق هذه على مساعدة المستخدمين في العثور عليك وتحويلهم إلى عملاء وتحسين قابلية استخدام موقع الويب وحملات ما بعد البيع لتشجيع العملاء المتكررين. التسويق المؤثر من خلال البحث عن أشخاص مشهورين في تخصصك أو يمكن التعرف عليهم لأي سبب كان. تواصل معهم واسألهم عن أسعارهم للترويج لمنتجاتك، وأيضا انتبه إلى حجم المتابعين واسأل عن عدد المشاركات التي يحصلون عليها ضمن مشاركات مماثلة.
ووافق على تشغيل منشورين أو ثلاثة منشورات ترويجية وأرسل لهم منتجك. إعلانات بي بي سي المدفوعة. الإعلانات المدفوعة لا تفشل أبداً. إذا كان هناك سوق لشيء ما واستهدفت هذا السوق بالإعلانات فسوف تحصل على بعض المبيعات. النظام الأساسي الأكثر شيوعاً للإعلان على منتجاتك هو جوجل أدز، يعد البدء معهم أمراً سهلاً نسبياً، ولدى جوجل أدلة خاصة بها لتوجيهك خلال الخطوات الأولية. التسويق عبر وسائل الإعلام الاجتماعية، حين أن إنستغرام هي بالتأكيد أكثر شبكات التواصل الاجتماعي انتشاراً في الوقت الحالي، فإن هذا لا يعني أنها المكان الوحيد الذي يجب أن تروج فيه لمتجرك. في الواقع يجب أن تكون موجوداً في جميع الأماكن التي من المحتمل أن يتسكع فيها عملائك. في العصر الحديث يعني معظم شبكات التواصل الاجتماعي الشعبية، أو على الأقل فيسبوك، تويتر، وإنستغرام. سيكون أسلوبك في التعامل مع كل هذه الشبكات متشابهاً، لكن الأهداف والطريقة التي تنشئ بها رسالتك ستكون مختلفة. تسويق المحتوى وتحسين محركات البحث. في الوقت الحاضر يعد تسويق المحتوى وتحسين محركات البحث أكثر الطرق فعالية للترويج لأي موقع ويب، بما في ذلك متاجر التجزئة الإلكترونية. الفكرة وراء تسويق المحتوى بسيطة، أنت تعطي الناس رؤى حول الموضوعات المتعلقة بعملك، وبالتالي تولد الاهتمام بما لديك لتقدمه. التتبع والتحليل والتحسين. كما هو الحال مع العمالة التجارية التقليدية، من المهم أن تقوم بمراقبة العمليات ومراجعتها وتعديلها بشكل استراتيجي من أجل الفهم وخدمة عملائك بشكل أفضل. نصائح يجب أخذها بعين الاعتبار عند تصميم متجر إلكتروني. أولاً، البساطة في التصميم. فمن المهم التخلص من الفوضى غير الضرورية عندما يتعلق الأمر بتصميم مواقع التجارة الإلكترونية. يجب أن يكون هناك هدف واحد عندما يزورون متجرك عبر الإنترنت، وهو شراء منتجاتك. صفحات المنتج. يجب أن تحتوي صفحات المنتج على جميع المواصفات والميزات والسعر والمعلومات الأخرى التي توفرها الشركة المصنعة. تعمل هذه التفاصيل ذات الصلة كبديل لمندوب المبيعات. حماية المتجر ومعلومات المستهلك. تعني طبيعة إجراء المعاملات المالية إن متاجر التجارة الإلكترونية تتعامل مع البيانات الحساسة مثل تفاصيل بطاقة الائتمان والمعلومات الشخصية الأخرى، مما يجعل الخصوصية والأمان أكثر أهمية. تحسين أعمالك في التجارة الإلكترونية. يختلف تحسين أعمالك في التجارة الإلكترونية عن التحسين المنتظم لمواقع الويب في أن التحويلات والمعاملات تحدث في مكان واحد على غرار متجر البيع بالتجزئة. فيما يلي بعض أفضل الممارسات الرئيسية لتحسين أعمال التجارة الإلكترونية. تحسين صفحات المنتج. نظراً لأن العملاء يزورون موقعك للبحث عن المنتجات وعرضها، يجب أن تكون خطوتك الأولى هي تحسين صفحات المنتج. أول شيء يجب مراعاته هو استخدام مسارات التنقل القائمة على تسلسل الهرمي للسماح بالتنقل السهل. توصيات المنتج مميز. تظهر الأبحاث أن توصيات المنتجات كانت مسؤولة عن ما يصل إلى 31% من عائدات التجارة الإلكترونية. باستخدام البيانات السلوكية، يمكن للمتاجر عبر الإنترنت تقديم توصيات مخصصة ذات صلة محسنة. يلعب هذا النوع من التخصيص دوراً كبيراً في نجاح التجارة الإلكترونية، لأنه يزيد من معدلات التحويل ويشجع على تكرار الشراء. تبسيط عملية الشراء، حيث يعد التخلي عن عربة التسوق مشكلة لا مفر منها، يتعين على شركات التجارة الإلكترونية التعامل معها. هناك بعض الطرق الرئيسية لمعالجة هذا من خلال تحسين تجربة السداد. لا تجبر العملاء على تسجيل للحصول على حساب من أجل الخروج. إذا قام المستخدمون بالتسجيل فاحتفظ بالبيانات واملأ الاستمارات مسبقاً تلقائياً لجعل التسوق أسرع في المرة التالية. قدم أمثلة للرد في حقول النماذج التي توجه للمستخدمين. كما يعد تضمين طرق دفع مختلفة طريقة رائعة لتوسيع نطاق جاذبيتك للعملاء المحتملين. قم بتشغيل حملات تسويقية. تماماً مثل أي موقع ويب آخر تحتاج إلى تسويق لتنمو. لا تهمل أهمية توليد حركة المرور، لأنه بدون زوار لن يكون لديك أي شخص لتحويله. استراتيجيات التسويق الإلكتروني. يدور التسويق الإلكتروني حول بناء الوعي وتوجيه المتسوقين عبر الإنترنت في اتجاهك عندما يكونون مستعدين لإجراء عمليات شراء. تركز استراتيجيات التسويق هذه على مساعدة المستخدمين في العثور عليك وتحويلهم إلى عملاء، وتحسين قابلية استخدام مواقع الويب وحملات ما بعد البيع لتشجيع العملاء المتكررين.
عادة ما يميل شركات التجارة الإلكترونية إلى التركيز على التسويق عبر البريد الإلكتروني والدفع بالنقرة لزيادة المبيعات. عندما يتعلق الأمر بالتسويق عبر البريد الإلكتروني، يمكن للمتاجر عبر الإنترنت طرح مواد متابعة ما بعد الشراء للمساعدة في استمرار المحادثة وإثارة الاهتمام المستقبلي بمنتجاتها. كم هي تكلفة إنشاء متجر إلكتروني؟ يظهر في هذا الجدول التكلفة الإجمالية لموقع التجارة الإلكترونية الجديد ما بين 50 إلى 300 دولار شهرياً. أخطاء في التجارة الإلكترونية يجب تجنبها. يمكن أن يكون إنشاء موقع ويب للتجارة الإلكترونية يولد مبيعات تحدياً، لكنه يحقق لك النجاح عندما تتمكن من تحقيقه بالشكل الصحيح. تعلم من أخطاء الآخرين وتجنب الأخطاء الفادحة الشائعة في التجارة الإلكترونية. اختيار منصة تجارة إلكترونية غير مناسبة، فقبل أن تقوم بالاختيار تأكد من أن النظام الأساسي يلبي احتياجاتك ويقدم تكاملاً سلساً مع تطبيقات الطرف الثالث. سرعة الموقع بطيئة، حيث تشير الإحصائيات إلى أن 40% من الزوار سيتخلون عن موقع الويب إذا استغرق تحميله أكثر من 3 ثواني. اسم المجال ضعيف، فإذا كان اسم المجال صعب تذكره فمن المحتمل أن يتأثر لك. استراتيجية SEO ضعيفة، حيث يعد تحسين محرك البحث أمراً حيوياً لنجاح التجارة الإلكترونية. إذا لم تتمكن من القيام بذلك بنفسك، فاعمل مع أحد خبراء SEO مع نجاحك في محركات البحث. موقع لا يستجيب. من المتوقع أن يشكل الهاتف المحمول أكثر من نصف مبيعات التجارة الإلكترونية، لذا فإن المتاجر غير المستجيبة تهمل جزءاً كبيراً من أسواقها. موقع لا يستجيب من حيث أنه لا توجد معلومات كافية عن المنتج، ولا تحتوي المتاجر عبر الإنترنت على مندوبي مبيعات فعليين، لذا تأكد من أن أوصاف منتجك مناسبة. تابعوا معنا باقي الفيديوهات في هذه السلسلة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.